السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في هذا الفيديو بنشرح عن واحدة من الانوتيشنز المهمة في برنامج الريفت المعماري، وهي السكشنز أو القطاعات. أكيد كثير منكم يعرفوا يرسموا سكشن، لكن في كثير تفاصيل في السكشنز لو عرفتها ممكن تجاوب عن كثير من الأسئلة اللي كنت تسأل نفسك عليها لما ترسم سكشن، مثلا كيف مبين معي هذا الباب المفروض ما يكون باين أو غيرها من التفاصيل. فبهذا الفيديو إن شاء الله بنغطي أغلب التفاصيل المهمة المتعلقة بالقطاعات أو السكشنز في برنامج الريفت. فخلونا ننتقل للريفت ونبدأ الفيديو. بنشتغل اليوم على واحدة من السامبل بروجكتس أو المشاريع اللي موجودة أو تنزل في ريفت كسامبل فايل. نوصل لها من قائمة فايل، نروح لأوبن، وبعدها ننزل لي السامبل فايلز، ومن هنا بيفتح لنا هذا الملف. نختار هذا البروجكت، نضغط على أوبن. قبل أن نبدأ نغير وحدة القياس اللي بنشتغل عليها، نضغط على UN في الكيبورد، ومن هنا اللينكث نغير من المليمتر للوحدة اللي نبغى نشتغل عليها. نضغط على OK. OK. نروح للفلور بلان، من هنا نسكر هذا الفيو، خلاص ما نحتاجها. من وين نرسم السكشن؟ في مكانين نقدر نرسم منهم السكشن، لكن الأسهل من الكويك أكسس تول بار اللي هو البار اللي عندي هنا في الأعلى. لو ما كانت السكشن آيكون موجودة عندك، ننزل نفتح هذا دروب داون منيو، ننزل على تحت ونحط عليه صح. وأيضا ممكن نرسم السكشن من الفيو، في عندنا هنا سكشن، فكل المكانين نرسم فيهم السكشن. لما نضغط على السكشن علشان نبدأ نرسم، نشوف على طول الموديفاي. طبعا احنا عارفين في ريفت انه الموديفاي تاب بيتغير بحسب الامر اللي احنا بنبدأ فيه، فمن هنا بيكون عندنا السكشن، بنشوف انه ما في الا الاوفست، نغير الاوفست لو نحب. ومن هنا نوع السكشن، في بيلدينج ديتيلز هنا، في بيلدينج سكشن وول سكشن. مو دائما هذه الانواع بتكون موجوده عندك، بس ممكن تسوي لها لود للبروجكت بس عشان هذا سامبل بروجكت. نختار البيلدينج سكشن، هو ديفولت البيلدينج سكشن. نبدا نرسم السكشن. اول ما نبدا نرسمه يرسم عندي عادي بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه. بالنسبه للاوفست الامر ما هو جدا مهم، لانه احنا واحنا بنرسم السكشن ممكن بعد كذا نسوي له الاين لاي اليمنت موجود عندنا. يعني لو ممكن احنا هنا نحب نحدد الاوفست، مثلا نحط 2 متر، فمن المكان اللي بنرسم فيه بيكون 2 متر بعد لو احنا رسمنا من الاعلى للاسفل، او لو العكس من الاسفل للاعلى بيكون بهذا الاتجاه. وممكن نخليها بالسالب، يعني مثلا ماينس 4، ونجي نرسم من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى. بس زي ما قلنا ممكن نستغني عنه تماما، لأنه ممكن نسوي للسكشن فليب، وممكن أن نرسمه يكون ألاين. يعني لو إحنا رسمنا السكشن بهذا المكان وبعدها حبينا يكون ألاين مع هذا الليفل أو مع هذا الأكسس، نضغط AL على الكيبورد، أو نروح نختارها من الموديفاي، وبعدها لو نبغاه مثلا ألاين مع هنا أو ألاين مع هذا الأكسس عفوا، فبيكون ألاين مع الشيء اللي إحنا نبغاه. لو إحنا نبغى السكشن لاين يكون بالضبط بمكان معين، فأمر الأوفست ما هو في هذيك الأهمية. نضغط على ديليت لهذا السكشن، نضغط على أوكي. نلاحظ أيضا لما نجي نرسم السكشن، نشوف أنه لما نجي نرسم من الأعلى للأسفل بيكون اتجاه السكشن لجهة اليمين، لما نرسم من تحت الفوق بيكون لجهة اليسار، وأيضا من الأعلى بهذا الشكل، يعني من اليسار لليمين بيكون للأعلى، من اليمين لليسار بيكون للأسفل. بس طبعا ممكن نسوي فليب وممكن نسوي روتيت بسهولة جدا، بس لو أنت عارف وين ترسم بالضبط ممكن تبدأ من البداية. وبنلاحظ أيضا وإحنا نرسم لما يكون زاوية 90، زاوية قائمة بهذا الشكل، بيكون في خط أزرق متقطع هنا في النهاية، لكن لو ما هي 90 بيكون لا بدون الخط الأزرق. فهنا زاوية 90، وأيضا بيظهر لنا عند زاوية 45 بهذا الشكل اللي هو هذا الخط الأزرق، ولما يكون بهذا الشكل فهذه فالخط الأزرق المتقطع بس بيبين لنا أنه إحنا ماشيين على زاوية. نرسم السكشن مثلا بهذا المكان ويكون فتحنا السكشن. بنلاحظ على طول انه احنا في السكشن هنا في شرطه في الاعلى وفي ثلاث شرطات في الاسفل. هنا بيكون يعبي معلومات الشيت اللي بينحط فيها هذا السكشن، بمعنى انه هنا بيكون
رقم هذا هذه الرسمة بنفس الشيت أو اللوحة، ومن هنا بيكون رقم الشيت نفسها. نشوف كمثال عملي، ننزل من هنا ونفتح مثلا على الفلور بلان اللي هي هذا الشيت، ونسحب عليها السكشن، نروح للبيلدينج سكشن ونسحب هذا السكشن هنا، بس نسوي له دراج بيكون معانا بهذا المكان. فهذه الرسمة الأولى في السكشن، فالمكان اللي في الأعلى بيكون فيه إن الرسم رقم 2، والمكان اللي تحت بيكون مكتوب عليها A1 اللي هي رقم الشيت بهذا الشكل. على طول بيكون يسويها مباشرة بدون ما أنت تتدخل بأي شيء. وأيضا السكشن ممكن تغير اسمه لو تبغى، تجي للسكشن تختاره، إما تضغط دبل كليك طبعا يفتح السكشن، بس أحيانا لما تضغط على الطرف بهذا الشكل يعني ضغطة بعدين ضغطة ثانية فبيفتح لك تسوي رينيم، أو ممكن تضغط في الماوس ورايت كليك ونختار رينيم. وأيضا ممكن تسميها من الشيت، يعني لو أنت فتحت الشيت من هنا وغيرت اسم السكشن نفس الشيء رايت كليك ورينيم فيتغير هنا ويتغير هنا، طبعا الفريفت بيتغير بكل مكان مع بعض. بعد ما نرسم السكشن لو نبغى نغير بين اتجاه هذا الهيد وهذا التيل، لو نبغى نغيرهم ممكن نحدد عليه، وبعدها بيكون عندنا هنا هذه السهمين نسوي سايكل للسكشن هيد، بيكون هنا كتيل او يكون بدون تماما، ونفس الشيء بالاتجاه الثاني. وطبعا نقدر نرجع زي ما كنا عادي لو نبغاها مثلا بهذا الشكل، ومن هنا من الاسفل نفس الشيء، يعني عندنا هذه الاختيارات. ولو تبغى تسوي برزنتيشن اكثر للسكشن بحيث انه اذا كان يبان في البلان وتحب تغير فيه وانت مختاره تروح الاديت تايب، وبعدها من هنا لو تبغى بس يكون التغيير في هذا السكشن تروح للدوبليكيت وبعدها تغير، او من هنا من السكشن تاك تضغط عليها من في ثلاث نقاط بيكون ما هي باينه كذا، لكن لو رحت المكان بيكون تقدر تضغط عليها ومن هنا تغير السكشن هيد في مجموعة من الأشكال. لو تحب تغير مثلا لو تبغى يكون open أو no arrow بشكل اللي تبغى، وبعدها نفس الشيء التيل في مجموعة من الاختيارات للتيل، مثلا لو تبغى بخط مستقيم نضغط على okay، لو تبغى تشوفه قبل لا تطلع بحيث انك لو تبغى ترجع تعدل اضغط على apply فبيكون بهذا الشكل. فلو ما تبغى وتبغى ترجع للديفولت او تبغى تشوف اختيارات ثانية ممكن ترجع، بس احنا بنرجع للديفولت اتوقع هذا يكون الديفولت. اوكي فرجعنا زي ما كنا. وبعدها عندنا هنا بنشوف السكشن ممكن نفتحه بكذا طريقة، عندنا هذا الهيد بيكون كليكابل يعني نقدر نضغط عليه ويفتح لنا الفيو، نضغط ضغطتين افتحت عندي الفيو، او ممكن من نفس السكشن نضغط عليه وبعدها نختار في الماوس رايت كليك ونختار جو تو فيو، نفس الشيء بيفتح لنا السكشن. والطريقه الثالثه والاخيره انه من البروجكت براوزر نروح ونضغط على السكشن ضغطتين وبيفتح لنا الفيو. فهذه الثلاث اختيارات ممكن نشوف فيها السكشن. اما لو نبغى نغير المكان اللي يشوف فيه السكشن، يعني هنا السكشن احنا شايفين انه يشوف على الجهة اليمين، لو نبغى للاتجاه الثاني اليسار نختار على هذه flip section على هذا الايكون وبيغير لي اتجاه السكشن. الان لو نبغى نشوف المدى اللي بيتحرك في السكشن او قديش انا اشوف من هذا السكشن، نسوي ديليت لهذا السكشن ومثلا نجي لهذا المكان ونرسم سكشن ثاني، نروح من هنا ونرسم السكشن في هذا الشكل، ممكن نسوي له فليب للاتجاه الثاني. طبعا على اي اساس يحدد رافت انه هو يغطي المنطقه؟ لانه بيغطي المبنى كامل، لكن لو رسمنا بالاتجاه الثاني يعني بهذا الشكل من الاعلى للاسفل بحيث انه يكون للانتري بيكون اخذ المكان كامل، ليه؟ لانه نهايه المبنى هنا. ممكن طبعا نسحب بهذا الشكل عادي، هذا دراج بوينت ممكن نسحب ونصغر مكان السكشن بحيث انه يبان معنا الاشياء اللي نبغاها. الآن المدى اللي احنا بنشوف فيه السكشن ممكن نتحكم فيه من هنا، ممكن نسوي فليب لو سحبنا مثلا السكشن ونقدر نسحبه كذا، يعني كل الاختيارات معانا ومفتوحة معنا ممكن نتحكم فيها. لو ضغطنا على السكشن بحيث اننا نشوفه نضغط دبل كليك نفتح السكشن. لو نبغى نشوف البلان والسكشن بحيث ان نعرف او نحاول نفهم ايش الاشياء اللي قاعدة تباب معانا نضغط دبليو تي للويندو تايل، احنا الشيت خلاص ما نبغاها نسكرها، بعدها نضغط دبليو تي مره ثانيه. لو نبغاها كلها تكون زوم اول نضغط على زد اي فتكون زوم اول او زوم تو فت بحيث ان نشوف الرسمتين كامله. الان عندنا هذا السكشن ونشوف المكان اللي مغطيه. احنا نقدر نتحكم بالمدى اما من هنا يعني من هذه كل الجريب بوينتس او دراج بوينتس نسحب ونشوف ايش الاشياء اللي تبان معنا،
وممكن نتحكم فيها بالنسبة للمدى من مكان ثاني. يعني احنا هنا ممكن نتحكم من هنا، او لو رحنا للبروبرتيز وشفنا اللي هو الفار كليبينج اوفست، مثلا عندي 26 لو نبغاها تكون اصغر ممكن نختارها مثلا 20 ونضغط على انتر، فبيتغير معاي على طول في السكشن مباشرة. بس لانه كانت كلها برا المبنى ممكن نختار اصغر مثلا 6، نضغط على انتر فتغير على طول معي السكشن وصار اللي هنا بس. فنتحكم فيها اما من هنا او من هنا، أو ولو تحكمنا من هنا بنشوف انه العدد بيتغير على طول معانا هنا مباشرة، بحيث انه نشوف الشيء اللي باين لنا في السكشن. والنقاط اللي تكون الزرقاء اللي باينة معانا هنا حوالين السكشن هي هذه النقاط اللي احنا شايفينها هنا. يعني لو احنا جينا للسكشن نفسه وسحبنا من هنا بنشوف انه تغيرت في نفس السكشن. لو رحنا مسكنا السكشن من هنا بنشوف انه هذه البوينت صار لها دراج بهذا الشكل. لو من الاتجاه الثاني جينا كذا وسعنا السكشن من هنا بيكون تتغير معانا السكشن هنا. يعني ممكن نتحكم فيها من البلان او من السكشن عادي. وايضا ممكن نغير نخلي الفار كليبينج من هنا يعني للابد او انليمتد. نروح لنفس الشيء من البروبرتيز ومن هنا الفار كليبينج في كليب وذ لاين، لو شلناه خليناه نو كليب نضغطنا على اوكي بيكون يشوف للابد. نروح نجربه مكان ثاني، مثلا ناخذ هذا السكشن وناخذ نرسم السكشن من هنا من الاعلى للاسفل، بنشوف انه السكشن لو جينا واخترنا من هنا كليب وذاوت لاين نو كليب عفوا نختار اوكي بنشوف انه صار للأبد. يعني ما نقدر نمسك السكشن ونغير فيه. وأيضا من هنا اللي كنا نتحكم فيه الفار كليبينج أوفست بيكون جريد أوت، إنه ما نقدر نتحكم فيه، وهذا المكان بيكون لنهاية المبنى يعني مغطي المبنى كامل لو كان هذا شيء أنت تبغى تسويه. فبكذا نقدر نتحكم بالعمق أو المدى اللي بنكون شايفين فيه السكشن، إما من السكشن لاين نفسه إن نحدد عليه ونسحب هذا الجريب بوينتس للأمام او يعني اما القدام او الوراء، او نتحكم فيها من هنا من العدد من البروبرتيز. اما بالنسبه لي اليمين واليسار بيكون نتحكم فيها ايضا اما من هنا او من السكشن نفسه. يعني من هنا احنا حط يعني هذه الجريب بوينت الاولى اللي من الامام بيكون نتحكم فيها اما من اللاين من هنا او نتحكم فيها من البروبرتيز. اما بالنسبه لليمين واليسار ممكن نتحكم فيها من هنا وممكن نتحكم فيها من نفس السكشن. يعني الآن عندنا الخط الأزرق المتقطع اللي موجود هنا هو نفسه الخط الأزرق اللي موجود عندنا هنا، فبنقدر نسحب من هنا لليمين أو لليسار ويبان عندنا أكثر من السكشن. وحتى لو لاحظنا أنه خط السكشن نفسه كجرافيك ما تغير من هنا، لكن المدى حق السكشن راح للأعلى. لو جينا أيضا سحبنا من الاتجاه الثاني بيكون أيضا السكشن ما تغير مكانه، لكن لو جينا ومسكنا السكشن بنشوف أنه هذه البوينتس أو دراج بوينتس نزلت للأسفل. فبكذا نقدر نتحكم بالسكشن ونتأكد أنه إحنا إيش شايفين. يعني طول ما أنه العنصر اللي إحنا نبغاه موجود داخل هذا الخط الأزرق المتقطع فبيكون معنا، لما يكون برا بيكون لا. يعني لو جينا ومثلا هذا موجود عند السكشن وحطينا أي شيء موجود هنا، مثلا نروح للأركيتكتشر نروح من الكومبوننت نحط أي شيء هنا كمثال، هو ما رح يبان معانا بهذه الفيو لأنه مسوين هايد للفرنيتشر. لكن لو رحنا لهذا الليفل ورحنا كومبوننت وأخذنا نفس الكرسي وحطيناه هنا، طول ما أنه داخل هذا المكان بيكون باين معانا. لكن لو جينا وسحبنا أما ورا السكشن أو برا هذا الخط الأزرق المتقطع بيكون ما رح يبان معانا. أو رسمنا وول أو رسمنا جدار، يعني الآن هذه الدورز كلها ما هي باينة معانا في السكشن، لكن لو جينا وبس سحبنا السكشن شوي بيكون بانت معانا كلها. فبكذا نقدر نتحكم بشيء اللي احنا شايفينه بالسكشن. يعني طول ما انه الداخل هذا الصندوق او البوكس الازرق المتقطع بيكون باين معانا، او الباوندري الازرق بيكون باين معانا، لكن لو يكون برا بيكون ما هو باين معانا. طيب احنا الحين عرفنا كيف نتحكم بالمدى كذا، وكيف نتحكم بالطول والعرض اما من السكشن زي ما قلنا من هنا او نتحكم فيها من اليمين واليسار. طيب بالنسبه للهايت للسكشن ليه حدد لنا هذا الارتفاع؟ يعني ممكن يكون اقل ممكن يكون اعلى، طبعا ممكن نتحكم فيه لو نبغى اقل من هنا او يكون الاعلى مثلا هنا. لو رسمنا اي شيء ثاني بعد ما حطينا خط السكشن ما راح يبان معانا. يعني مثلا لو رحنا اخذنا هذا مثلا الفلور او الروف وضغطنا على كوبي
ورحنا بيست وألاين تو ليفل وحطيناها للبارابت ضغطنا على اوكي بيكون باين معنا انه لسه موجود هنا مثلا، لكن لو خليناها 3 متر نضغط على اوكي بيكون موجود في الاعلى، بيكون لو نسحب السكشن بيكون باين معنا، فبيكون هو يحدد ارتفاع السكشن بحسب انه لما رسمنا السكشن وش الشيء اللي كان باين معنا. يعني الحين هذا السكشن موجود لكن ما بان معنا الروف اللي رسمناه الا بعد، لو رسمنا لكن سكشن ثاني جديد واحنا خلاص حطينا هذا الروف جينا ورسمنا سكشن في هذا الاتجاه ضغطنا عليه دبل كليك بيكون على طول باين معنا اصلا، لانه احنا رسمنا الروف بعدين رسمنا السكشن. ونفس الشيء لو حطينا اضفنا ليفل، الحين هذه ما نحتاجها نضغط على ديليت، يعني احنا في السكشن الان ورحنا للاركتكتشر واخترنا ليفل ورسمناه فوق ما راح يبان معنا، لكن لو جينا وسحبنا بيكون اصلا موجود، لكن لازم نرسمه قبل لا نرسم السكشن لو نبغى يبان اوتوماتيك، لكن طول ما احنا نقدر نتحكم فيه طبعا نقدر نتحكم حتى بعد. فبكذا نعرف الاشياء كامله اللي بانت معنا او ليه ما بتبان معنا. وايضا في بالنسبه للبلان ممكن نسوي برزنتيشن افضل للسكشن، يعني لو جينا ورسمنا مثلا مكان يكون زي كذا وجينا هنا وحبينا نحط نضيف سكشن بهذا المكان، نسكر هذا السكشن نضغط على كلوز، وايضا الفرنتشر ما نحتاجها. لو حبينا نحط سكشن هنا رسمنا سكشن مثلا بهذا المكان نضغط على فليب، لو حبينا خط السكشن كجرافيك ما يبان معنا داخل السكشن لكن السكشن موجود نختار على بريك سكشن اللي هو هذه العلامة، لما ندخل نضغطها بيكون كسر لي السكشن ونسحبها كذا، فبيكون باين عندنا في البلان انه هنا في سكشن بس الخط اللي قطع البلان ما يكون موجود. وطبعا ممكن نرجع بس من نختارها ونختارها هنا، خلينا ابين لها اكثر نجيبها هنا اللي هو هذه العلامة فبكذا او كذا. وايضا ممكن نسوي سبلت للسيجمنت، نجي للسكشن مثلا نبغى نشوف اشياء مختلفة ونضغط عليها هنا، فبكذا نقدر نسحب السكشن مثلا قدام هذا الشكل وهذا يكون للأعلى. وأيضا طول ما احنا سوينا سبلت للسيجمنت ممكن نجي ونسحبها ونعدل عليها، وتقدر أيضا تتراجع، يعني الحين نقدر نفتح السكشن نشوف كذا في شكله نضغط WT نجي للبلان من هنا ونتحكم فيها أكثر. مثلا عندنا هذا البلان نقدر نسحبها الورا نقدر نسحبها على قدام أو العكس، ممكن نجيب هذا القدام ونرجع هذا الورا، وممكن نسوي الأكثر من واحدة، يعني نجي هنا ونختار على هذه ونسحب هذه على وراء أو نسحبها على قدام، فبنكون نشوف أشياء مختلفة في السكشن بحسب السيجمنتس اللي حطيناها. وأيضا يمدينا لو حطينا سواء كانت سبلت أو سوينا بريك للسكشن نقدر نتراجع، بس إنه نرجع بيكون يسوي سناب للجزء الثاني، نرجع مثلا بهذا اللي هنا بيسوي سناب ويرجع سكشن كامل زي ما هو كذا. فهذه من الاوبشنز اللي ممكن نستفيد منها. بنلاحظ ايضا غير السبلت سيجمنت عندنا الكروب سايز، الكروب سايز اللي هو هذا للسكشن بيكون على حسب مقاس وسكيل السكشن، يعني لو رحنا للكروب سايز وشفنا مثلا هذا المقاس ممكن نخليها 200 200 لو نبغاها تكون مثلا مربعه ونضغط على ابلاي بيكون يتغير بهذا الشكل، واكيد بيتغير هنا في البلان. ولكن لو رحنا وغيرنا مثلا مقاس السكشن الأصغر أو أكبر مثلا جينا ضغطنا كذا، لو رحنا وشفنا المقاس بيكون يتغير الأكبر، لكن لو صغرنا السكيل مثلا لهذا المقاس لو رحنا ومسكنا السكشن ممكن من هنا نتحكم فيه أو من هنا عادي، روح للكروب سايز بنشوف أنها صغرت، فكذا نقدر نتحكم في الكروب سايز. هذه ممكن تفيدنا بحيث انه نعرف كم المكان اللي بيكون اخذه السكشن في الشيتس. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى يكون مفيد وسهل واضاف لمعلوماتك. لو عجبك الفيديو اشعرني بالضغط على زر اللايك واقدر دعمكم الدائم، ولو مهتم بالتعلم اكثر عن التصميم وبرامج التصميم يسعدني انضمامك للقناة بالاشتراك، ولو تحب يوصلك اشعار لما ينزل محتوى جديد على القناة فعل الجرس. واكيد كالعادة لو عندك اي سؤال اقتراح او استفسار اترك لي اياه في التعليقات وبرجع لك في اقرب وقت ان شاء الله. اشكركم جزيل الشكر على المشاهدة واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، في أمان الله.